حققت مملكه البحرين انجازا جديدا على المستوى الدولي من خلال حصول خدمات مطار البحرين الدولي على المركز الثالث ضمن جوائز شركات الطيران العالميه 2024 بعد تطبيق معايير صارمه. حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف سعاده العميد عبد العزيز عبد الرحمن الدوسري الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعه في شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه. بوزاره الداخليه في البدايه نبارك لكم حصولكم على هذه الجائزه وماذا يمثل لكم هذا الانجاز الدولي. شكرا على الاستضافه. لا يعد هذا فوز فقط لشؤون الجنسيه والجوازات والاقامه وانما شهاده دوليه على التميز والرياده في قطاع الخدمات التي تقدمها شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه في مطار البحرين الدولي. بفضل توجيهات سيدي الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه الدائمه لمواصله عمليه التحديث والتطوير في كل قطاعات وزاره الداخليه وبمتابعه واهتمام معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفه وكيل وزاره الداخليه لشؤون الجنسيه والجوازات والاقامه. ويمثل هذا الانجاز ايضا مصدر فخر واعتزاز ودافع لمواصله التميز في تقديم افضل الخدمات للمسافرين عبر مطار البحرين الدولي. نعم. وهذا التميز بالطبع يسهم في تعزيز مكانه المملكه كمركز اقليمي رائد في مجال النقل الجوي. اذا ما هي ابرز المعايير التي يتم على اثرها طبعا هذا التصنيف الدولي؟ تعد جواز سكاي تراك العالمية للطيران من اعرق الجوائز الدوليه في مجال قطاع الطيران، وتمنح سنويا من قبل منظمه سكاي تراك العالميه، وهي مؤسسه بريطانيه مستقله تعني بتقييم وتصنيف خدمات شركات الطيران والمطارات على مستوى العالم. تعتمد جواز سكاي تراك على استطلاعات راي شامله. تجري سنويا على المسافرين حول العالم حيث يتم تقييم مختلف جوانب الخدمات التي تقدمها شركات الطيران والمطارات واستند هذا التصنيف الدولي إلى معايير صارمة تشمل كفاءة وسرعة الإجراءات وسهولة التنقل وكفاءة موظفي الجوازات في استقبال الزوار وتقييم مدى رضا المسافرين نعم سعادة العميد عبد العزيز عبد الرحمن الدوسري الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية شكرا جزيلا لك